Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue, chers élèves. Au niveau de cette séance, on va essayer de travailler la troisième section du droit. On va chauffer les sources du droit. Mais les sources du droit objectives, on a trois sources. On a les sources traditionnelles, masadir taqlidiya. On a les sources modernes, masadir l'asriya. Et on a les sources interprétatives, yani masadir tafsiriya. بالنسبة للسورس تراديسيونيل عندنا فيها لا ريليجيون يعني الدين وعندنا لا كوتوم يعني الاعراف. بالنسبة لي سورس مودرن غنلقاو فيها لا كونستيتيوسيون يعني الدستور، كاين لا لوا، كاين لي ديكري، وفينالمون عندنا لي زاريتي. بالنسبة لي سورس انتربريتاتيف عندنا فيها لا جوريسبرودونس وعندنا لا دوكترين. نبداو بلي سورس تراديسيونيل. بالنسبه لي سورس تراديسيونيل قلنا عندنا فيها لا ريليجيون وكاين لا كوتوم. بالنسبه لا ريليجيون هي مصدر من المصادر ديال التشريع في القانون المغربي. بالنسبه لارتيكل 6 من الدستور تيقول لك بان الاسلام هو دين الدوله. اذا الدين هو مصدر من المصادر ديال التشريع في القانون المغربي. نعطيك بعض او مثال. عندنا ليغيتاج اي سا ريبارتيسيون. بالنسبه للارث في القانون المغربي تيمشي يرجع للدين كمصدر من المصادر اللي كي يتبازى عليها باش كي يعطينا يعني لا ريبارتيسيون او التوزيع ديال الارث. بالنسبه لا كوتوم، لا كوتوم يعني مجموعه من يعني سي اون ريغل دو دووا، هي قاعده قانونيه ولكن غير مكتوبه، كي ديكول دون براتيك بوبولير اونسيان دو سيتويان، يعني واحد العاده يعني كتكون متعارف عليها في المجتمع او بين المواطنين. هاد العاده هادي مع يعني لونسيانتي ديالها ومع لا ريبيتيتيفيتي ديالها، الي ريبيتيتيف كتعاود وكتكون ريكونو بار لي سيتويان. هاد ثلاثه الشروط هادو كيخليوها تاخذ الصبغه ديال القاعده القانونيه. يعني لا كوتوم هي الاعراف، هي الاعراف يعني العادات والتقاليد اللي كينشا عليها او كيتربى عليها المجتمع، وخصها توفر فيها ثلاثه الشروط باش تولي قاعده قانونيه، اللي هي لونسيانتي، لا ريبيتيتيفيتي، اي ايل دوات اتر ريكونو بار لي سيتويان. بالنسبه لي سورس مودرن، لا بروميير سورس اللي هي لا كونستيتيوسيون او الدستور. الدستور اللي تعتبر اسمى قانون في البلاد واللي كيتعتبر الاصل ديال القوانين الاخرى او المرجع ديال القوانين الاخرى. دونك سي لا لوا سوبريم كي كونستيتيو لا سورس برينسيبال دي ريغل دو دووا. ايل كونستيتيو لا ريفيرونس يعني المرجع ديال جميع القوانين، وكيوضح ايضا لا ريبارتيسيون ديال لي بوفوار يعني فصل السلطات. بالنسبه لا لوا، لا لوا سي لونسومب ديال لي ريغل ايديكتي بار لو بوفوار ليجيسلاتيف، لان لو بوفوار ليجيسلاتيف اللي عندنا في المغرب هو لو بارلمون. اذا البرلمان هو المسؤول على اصدار القوانين اللي كنسميوها لي لوا او التشريعات. لي ديكري، بالنسبه لي ديكري سي لونسومب دي ريغل ايديكتي بار لو بوفوار اكزيكوتيف اللي هو لو غوفرنمون او الحكومه. اذا لا لوا شكون اللي مسؤول عليها؟ مسؤول عليها البرلمان هو اللي كيصدر القوانين. بالنسبه لي ديكري مسؤول عليهم لو غوفرنمون، يعني الحكومه هي المسؤوله على لي ديكري، على اصدار ديال لي ديكري. بالنسبه لي زاريتي، لي زاريتي كيكونوا مسؤولين عليهم الوزراء. اذا الوزراء هما الجهه المسؤوله على اصدار ديال لي زاريتي. سي لونسومب دي ريغل ايديكتي بار لي مينيستر، لي مينيستر هما الوزراء. وعندنا فينالمون لا لي سورس انتربريتاتيف اللي فيها لا جوريسبرودونس الاجتهاد القضائي، وعندنا لا دوكترين. بالنسبه لا جوريسبرودونس هي واحد المجموعه ديال القرارات اللي كيتاخذوها القضاة. امتى كيتاخذوا هاد القرارات؟ ملي كيكون عندنا واحد المشكل قضائي، يعني واحد القضيه مثلا ما كيلقاوش ليها حل، ما كيلقاوش ليها حل، يعني سواء بسبب واحد لاوا كي ابسون، ما كاينش قانون اللي تيأثر هذيك القضيه، وكيكون عندنا مثلا لوا انكومبليت، واحد القانون غير كامل،
اولا كتكون عندنا اون لوا اومبيغو، يعني واحد القانون غير واضح. اذا لابسونس ديال لا لوا، اولا واحد لا لوا انكومبليت، اولا واحد لا لوا اومبيغو يعني غير واضحه، كتخلي القاضي يعني كيجتهد اجتهاد شخصي ديالو باش كي ياخذ القرار المناسب تجاه تلك القضيه. هذه كتسمى لا جوريسبرودونس. بالنسبه لا دوكترين، لا دوكترين هي المجموع ديال الاراء وديال الافكار ديال الجميع ديال لي بروفيسور الاس ديال الجامعيين ولي زاكتور دو تيز باغ اكزومبل، اولا ديال لي جوريست. هاد الاراء ولي زونبينيون تيكونوا خرجوهم في دي زوفراج، تيكونوا خرجوهم في دي زوفراج باغ اكزومبل. وملي كي تكون مثلا واحد اللجنه مثلا في البرلمان مثلا كتبغي تصدر واحد القانون مثلا، وكيدافعوا عليه انطلاقا من دوك المرجعيه او دوك لي زوفراج اللي خرجوهم هذوك الاساتذه الجامعيين او القضاة، كينطلقوا من دوك لي زوفراج باش كيدافعوا على واحد الفكره او واحد القانون بغاو يعني يفوتيو عليه في البرلمان، كينطلقوا من الافكار ولي زيدي ديال لي جوريست وديال لي بروفيسور باش يصدروا داك القانون. دونك ايلي كونستيتيو بار لونسومبل دي زوبينيون دي كومونتير دي زيدي كو لي جوريست هنا سون تاموني à formuler dans les ouvrages qu'il publie sur des règles ou l'absence des règles dans certains domaines. Donc voilà les sources du droit. J'espère que cette vidéo sera utile et bénéfique pour vous. N'hésitez pas à la partager le maximum possible avec vos amis. وتشتركوا في القناة باش توصلوا دائما بالجديد. نتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.